بسم الله الرحمن الرحيم. نحاول في هذا الفيديو التعرف على أمر اكسترود لوفت وشيل. نحاول رسم بوتل كما موضح في هذه الصورة، وهذه هي الأبعاد حيث هذا المربع الطول والعرض هو 60 ملم، وهذا الارتفاع هو 150، والارتفاع من هذه النقطة إلى هذه النقطة 225 ملم، ومن هذه النقطة إلى هذه النقطة 50 ملم. نضغط على نيو، ثم في المتريك نضغط على ستاندرد مليمتر، نضغط على ستارت 2D سكتش، نختار اكس واي بلين، نحاول ان نضع الصورة لكي نستعين بالابعاد. نحاول أن نرسم مستطيل أو نستخدم الريكتانجل، ثم نذهب إلى الدايمنشن 60 ملم، أيضا 60 ملم. الآن كوننا القاعدة للبطل، ثم finish sketch، ثم نذهب إلى extrude بالربن كما تلاحظون، نحدد الديستانس وهي كما معطات في المثال 150 ملم، ثم OK. الآن تكون عندنا هذا الشكل. الآن أنجزنا الإكسترود كما موضح في هذا الشكل. نعود مرة أخرى. الآن نحاول استخدام خاصية اللوفت. نذهب إلى البلان، كليك، نحاول أن نغير بهذا الشكل، ثم نذهب إلى Offset from Plane. المسافة المطلوبة هي 50 ملم، نحاول أن نغير إلى 50، تكون عندي هذا البلان يبعد 50 ملم من هنا إلى هنا. نحاول أن نولد جريت سكتش، ثم نرسم دائرة في منتصف هذا هو المركز. نحاول أن نرسم دائرة ذات قطر 25 ملم. Finish sketch. الآن نذهب إلى خاصية loft كما تلاحظون، نضغط على اللوفت، نحدد الفيتشر، ثم نضغط على هذا السطح، تكون عندي اللوفت. اوكي. الآن نحتاج إلى
الذهاب مرة أخرى إلى هذا البلين بلين 2 and create sketch. نرسم دائرة، هذا أيضا مركزها حددناه، ثم finish، ثم نعمل extrude بمسافة. لو نعود مرة أخرى إلى الشكل، لاحظ طول البطل أو البطل 225، هذه 150 مليمتر، هذه 50، 200، 150 زائد 50 يصير 200، ف 225 المسافة من هذه النقطة إلى هذه النقطة راح تكون 25 مليمتر. نحدد المسافة هنا 25 مليمتر. الآن انتهينا من رسم البطل. لو نعود مرة أخرى، نلاحظ في هذه البراكتس، في هذا المثال طبقنا الاكسترود واللوفت، نحتاج إلى تطبيق الشيل، وبعدها نحتاج إلى تطبيق الثريد كما مبين. نوع هذا الثريد سايز 20 M20 multiply 2.5. نعود مرة أخرى إلى Graphics Window، نحتاج إلى نضغط على الشيل كما تلاحظون، هذا هو الشيل، نضغط على الشيل. وكان تلاحظون أيضا هنا عندي الشيل وعندي المور، ما نحتاج إحنا المور، نحتاج فقط الشيل. ونضغط هنا على الفيتشر. الثيكنس المطلوبة بالسؤال كما تلاحظون الثيكنس هو 2.5 مليمتر، إذا نكتب الثيكنس 2.5 مليمتر and OK. الآن كما تلاحظون تكونت عندي خاصية الشيل. تقدر كليك رايت كليك ديسبلين، نجعلها invisibility على البلين أيضا غير مرئية بالنسبة للمستويين الذي ولدناهم. الآن نذهب إلى نلاحظ أنه thickness العفو thread size 20 بM 20 multiply 2.5. نذهب إلى ثريد، نحدد السبيسيفيكيشن السايز 20، و لاحظون ديزيجنيشن 20M20 multiply 2.5 y. إذا اكتمل عندي هذا البطل كما نوضح في هذه الصورة. لو نعود ثانية إلى الرسم، نلاحظ هذه الأبعاد التي تم رسمها من خلال هذه الصورة، نوضحها في أدنى. نتمنى قد نكون قد وفينا في هذا البراكتس أو في هذا المثال في رسم البطل من خلال استخدام أوامر اكسترود ولوفت وشيل. اليوم الأربعاء 23/12/2015، تحياتي إليكم، معا عبد المجيد إبراهيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في دروس إن شاء الله أخرى.